بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. توبي لما بها إن لتشوا دم أكرنا ولو جهل سقوطها بنشوز آلات الوستاين، وإنما لم يرجع من أنفاق في نكاح فهو لو يا وستاين لا ترى ورازك على نمان ذالي بلى أما بسم الله الرحمن الرحيم لباس نشوزة فرمية قروا آخرتي يك ساعاتي في الروجكا لحظة ساعات بمعناش أصدقائي هنا معنى لحظيش نفقي او روجل مليكي او كيو كسوي او فصليش وانيا وتوزيعنا كلي بسر زماني طاعون شو زابلي بعد دابشي كن مثلا او ساعاتك شصدق ناشي زبوا بسوسي ساعات مطيع بوا بو دابشي نكين نا دابش ناكلي كسوكش هرواي باش ابرام ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها قال فيها وكان نيزاني أو نفقا لما لي دكوي أقل آفرتك الناشي زبي خويا الله بويا بقى آفرت الله الناشي زبي خوي النشوز يعني شويني بس يعني مرتفع وتفولك آفرتش كافي أو تلي ناشي زبي يعني شو تكس شويني كي تفولك يكي برس ودسي فيها وكي بيناكي آليو نشوز هاتوا باش برام جاء عليه ايش نيزاني بنشوز نفقي نفق سس ابي ما ندو ما نفقي بسرا كرد نفقي دا يو ناشي زيج بو لدوايا بياوة كبياوة جا خطو نفقه لسامي رجع عليها ان كان ممن يخفى عليها ذلك بوي هي بقرتو باركي حقكي اللي بسانية ترو چونك امشتكي ورد براسي ملاچاق نبي نازن حتى الملاكان يشبه خواه بعض الكيان أما نازانا باش برام يعني ملاچاكي قرأك يعني عوامي داماو لما عملك أي شكا عملك شوف زاني وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء فاسد وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقده ما على أن يضمن المؤن بوضع اليد ولا كذلك هنا اي باشتو علي لم حالتا اقل بياو نيزاني بنشوز نفق سزدبي بوي هي بقريتوا اي اقل كسيك افرتكي ماركت بنكاحكي فاسد وماوي نفقي كشا نكاحكيش فاسد بولا فاشا افرتكيان ليسن دوت يعني نكاحكو نهاتوا يا امتيكي كريب بشراي فاسد ما وين نفقيك شاء لدوايا أمتك يا عبدك يا ليسن دو أمش نيزاني كوا أو فاسد ونيزاني كنفقي لسرنيا أي بولي لاناتوان يبقرتو ونفقك لو أمتك يا لو جنفسي نتو ألا باوكم أمتهم كي كشروع يكردو بعقدك ودسي بيكردو دب تماي عقد نكاح بو دسي داوتي يا عقد الشراء بو شرط دسي داوتي كأبي ضماني أو مؤنة نفق بكاك دستم كي اتر أو جنيا أو عبديا أو أمتها تتجير دسي أمو دسي بس راقبتوها ولا كذلك هنا بلام ليرا وانيا باش برام ليرا وانيا يعني واتا لو مسألة بيشو معنا وانيا إيه أو هنا يبو هنا بوي كشوة كتو بالي يعني أما سليك إسئ ما واين لس بصدد بحثه أما ليرا واني إيه. بالي لهنا كا اعتراضك اللي في ذو حزبك بيدوزينا ولنا حاشية كا اعتراضك اللي قصك الدور كالي لا لسل أعمك عليه لأنه وضع شرع في عقدهما على أن يضمن المؤنة هنا كان بني اعتراض كان بني فلو قال عليه وتاني عليه وفيه أن هذا التعليل لا يجدي شيئا
دعي قوله لأنه شرع في عقده مع النكاح تجشت بن عمجال وفيه أن هذا التعليل أم علتان لأنه قال لأنه أما لا يجدي نفعا هيج تودني لأن من جهل سقوط نفقتها بالنشوز كذلك شرع في عقدها على أن يضمن منتها تنتي أو كأبياويش كوا نيزانيوة أو بياويك جنيك مارك الدواء وذلك ما عليك دو نيش زاني وبن شوز نفق سس أبي دخو أوجد سي بسر عفرتك داناو على أن يضمن نفقتها كاو فرق أمو فرق أو مسألة شيء كتو فرقك إلا بيني أنا كاو بيعتراضك إجو أنا براسي أم حشية زور جريئة أم حشية أم حشية مصرية أم حشية مصرية جريئة اعتراض جوان جوان اللي أقري يعني براسي يعني سيارنا وصل في قولي او شارحي حاشيه بله يعني الله وكيك نبانا عمله او تعليلي ام لا يجدي نفعا انا اقولك يغني توجي له بغيت تعليلك ام جوانت تعليلي محشكه جوانت لا عليه وهذا بله فلو قال لانه او لم تبسو اتو بمخن اخرى فلو قال لانهما اي المنكوحه بنكاح فاسد والمشتراك فاسد تحت حبسه وقبضته واحد من كحب نكاح فاسد مشترى بشراء فاسد خف قرانا او الرايان نكدو انا اما تكر رايك دو نجدك رايك دو ها نجر قبضي فيا وكا اتربينا فقير جيش ايو الله بس ناشي ذكر رايك دو تو تسرت فوقي جبرز وتولي تو او توال كاي مني اي فرق هزور دو ام تعليلي محشيك جوان ترى لتعليلي ماتينك تقشت برام هاتي نوع شو ايسا وكذا من وقع بلي ما ولا كذلك برسم متنك ولا كذلك هنا لما سمعنا الذي نحن بصدده وانية وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجه يعني أوجه كمان أوجه ويحصل النشوء أوجتك ترى مثلا كابراهيم زيد مريم خاني ما ركر دوا لدوا قصير دم يدرسوا طلاقي كي كوتو زيد بقوي نزاني وا إيه باو كتن كابراهيم وثمان زيد مريم خاني ما ركرت ما أني كطلاقي كي كوتوا بقوي نزاني وكوتوا أما أنا نفقي كشاوة نفاس أوت أنجا كوتوا لا طلاقي كوتوا ما أني كعلاقة بمريم خانه نماو فلا يرجع بما أنفقه. أي شيء كأخر كابس يا أخو مريم هذا اللي قال يعني. ماشي مرام على الأوجه. جبزان نشوز بتي حاصل به. أما على قيد ما تنكوها يعني. عليه ولو ساعة بمنع من تمتعين. أفرت كم منع من ذكاء كالتي لو يكوا تمتع في بكاء أماني اللي قال كا. حتى تمتع كأجر عافز فيها وكبي دس الشيء ببره أو بس دس خاطر تسر شعني ملي أو بمخوان نابي أو نشوزة أو ببره ولو بنحو لمس أو بموضع عينه يا شون كوا فيها وكدي علي كردوة أنا نابي اشتوى نابي أو نشوزة لا إن منعته لعذرين برام أقل لبن عذري بو وكو أويك فيها وكدع باقي قوريا عفرتك تحملنا كا يا نخوشك عفرتك نخوشة بشوي كوا أجر بياوك نزيك بكبه زرر اللي أجيني يا بريني لا عورتي هيا يا لا حارتي حيزايا أما أنا همي معزرة بو عفرت أتواني لو حارت أنا بياوك منعك بل عم جار مسألة حيزك بو تمتعنا تواني منعك بو مسألة جماع ما بين السرة والركبة وأنا من الكف. جاتو سيد أما زور عجاب والله يسألنا أخوك أما بلي باور كوكن بكجان الملا علي تي علي باش كبري علي بياو بتي حاصلة بي بتي أزان لي يا كم بياو كخوي إقرارك متنياش لك أخوي اعترافي بيناك لي لك أخوي هالوابلي دو هم دو بياو بيبينن لو بيعواني كوا ختني ختناكا لأن أهلي اختصاص أو سأل بس ختنكار أهلي اختصاص بو أهلي اختصاص بو باش برام
من رجال الختان او عن اهل الاتصال بو اي باش اوادو بياو شاهد مع النار اي لو كاتبان كابرا عورتي هل مسيح علي يحتالاني لانتشار ذكره باي حيلته هر حيلة بكا بين دروس بيان جيقل لإيلاج جيقل لإيلاج لفرجة محرمة عيش يعني لدبورة لأن أقول دبوري خزانة في خوش به هر حرام أي أول لوانا برام بشيوية كي بهر شيوية كتر استمناي بوكن شتي آوا بوي كوا فر عورتي هفسي ودر كوي هر بيان دروس يعني لما عجايبتر على چوار جن جدو پیاوه گره باشه چوار جنی بیگانه بینه تبشای عورتی پیاوه کن مجتمعی ما قبول کنم ها یا حد نه نه توانی باسی که نه ناو خلکا باشه برام بله فا این لم بله معرفته الا بنظرهن الیهما مکشوفی الفرجین يعني او افلتان او كان ابي امال لوحتك او دو بياو جنا هذو كان مكشوف الفرج بن كما شايم كين ام جاء ما اتوين او حالة تحديد كين بلي جاز اي النظر اليهما والى فرجهما حال انتشار الذكر شاكبرا ليشهدنا وشاتي بدن خشاتي قوترنية لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ لها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك أفرتك ما رأي حاصل كيف ندراو هم حاصل قرزة بس لا يمه لا علاقة ولا تاني تراني ما رأي هم حاصلة ولا تاني تر ما أفرتك ما رأي حاصل كيف ندراو صداق حال اللي بين دراوة أصالة يعني هل أول بين دراوة أصالة يعني ابتداء وخرج بهما إذا نكح بمهر مؤجل ثم حل فليس لها الامتناع من التمتع لأنه قد وجب عليه التمكين قبل الحلم أصالة يعني مهرك هر حال بأصالة نك إسا لا هل لأول بحالها توا بلام اگر آفرتك ما آفرتك ما ركرا لفيارك بما ريب بماوي مانيك اتر قدر واريك و ام فياو نيتواني ام مانا نزيك ولو آفرتك لبل هر ويبو او شوك قرز ماوي قرزك تواوبو او شو بو يقون جانزي جيب كوي آفرتك بلي والله ام شو سري ماريك كيتي حتى ماري يكي نداتي نابي نزيجي بيبويني چونك او قرز حالي اصالتني حاليك اول جار قرز بو يسبهو يتل ام بينا بويرنك وتو بياوك امشو لقال حلولي قرزك بويرنك وتو اصالتني ابي حالك اصالتن بي وبل وطئيش اگر ماري يكا حاضر بو شوي يكا مدوهم يعني هل هي كم بيعوا كم عفرتك هي خلطة نون زيجي كوت وجه دي خينا قرزك ماريك حاضر نيس بيش ودو اس بيش خلطة عني في عفرتك مطيع بو خوي تسليم كر شايد هو مستهن تازا ناتو عين مادم عفرتك بالغي وعاقلي وخدا وتدسو توا تازا حقكي فوتا يتلو كاتا بيعوا كخوي وديني خوي اداتي انا داتي داي في باشني داي في قرزاري قيامت إذ لها الامتناع حينئذ لو كاتبه هي فلا يحصل النشوز وأجل بو قرزك بو عفو بو ماريك حال لي أصالة خوين دادسو في ناوت الناشجة ونفقي لملي في عوك ناكبه بلا أجل عفلتك خوين دابدسو خوين منعكر بو أوي ماريك قرزك جور قلك ما أوي ماريك ماوا يان شويك بخوين دابدسو جوي بماريك ندا شيد هم وتي بخوان نابي تازة ما دم وطئ شوية كم طائع عبوة فتسقط باشا برام يترقى الناشزة بي منعي في عوكبك ساقط من نفعقه فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بالتسليم الولي فلا
اگر آخرتک جاری یکم به مکرهی چوبونه لای بزار چوبو ملی پیاوک معلکش نداو پی حالیشه جاری دو هم وسیله چی پیدا کرد آخرتک که خوی منعکه ابو یه خوی منعکه یعن جاری یکم منال بو منال بو ولی امرکی دا دستی مردکه با اذن ولی امرکا نزی چی کود با جاری دو هم بلوغ بو بو آفرتکا با هی خوی منک پیشی ناوتر ناشیزه ولو ادعا وطعها بتمکینها وطلب تسلیمها الیه فانکرته وامتنعت من تسلیم صدقت و تی کرا تازه چون خوی توانی منعکا او نزی چی کودو خوشی خوی دای دست بیاوکا علی ابی بله وطلب تسليمها إليه بله دعوه يكوتي خوت وتي خوت خوتم تسليمك إن تسليمها إليه إنسان واتي يجي أمل ولي أمريكي دعوه كا بزوانية أفرتك بالي غير أسرعوتي أسرعوا منها أو من وليها او من وليها اگر صغيرة بي يا منها خوي وطلب بتمكينها نفسها عربت او من وليها اجخلك بالغة يعني شون دعوة لوليك او ادانا على منها او من وليها كنا زمو او اخلقينا اگر صغيرة وليك جاری یکم دار بده سیو جاری دو هم بوینیه زاهی وای اما حالته اگر صغیره بیه ولی یکم آدم ببی دانی ماره یکیش جاری یکم تسلیمی کن و جاری دو هم ولی یکم بوینیه تسلیم بوینیه منعیب که حتی خوی بالغ بی که خوی بالغ بو بوی یکم جار یکم لحظه که بالغ بو توانی خوی منع کایته برام امام منها او من ولیها جوانا جاری یکم آفرتکا خوی دار دست بطائعي بالغ اجبوه جاردو هم ايه خوي منعكا خوي تسليم نكا نعم هذا الرؤي باش ابرام كوا بهردو حالتكا قدرتو فانكرتو افرتكا ودي دروكا بخوا وانية بتمكينكا باختيار خوي نبوه بزور شو تكوري وامتنعت من التسليم صدقت افرتكا تصديق كريه برايفية كريه دارا ما في سباهين هيا بس فين وخروج من مسكن أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها ولو بيتها ولو بيتها أو بيت أبيها ولو عيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي بلا إذن منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة غير محرم او الى مجلس الذكر عصيان ونشوز او خبرك شاوتي اتندو لو خبرك عن عبارته وصاجني سكوا كل اي بي قزاري سهو بامن اما بروين درو ناشي زين هو ناشي زين اما بي افرز بروين درو اما ناشي زين ايه درچوني افرد لمسكن من يك حالة بيني و برايكي دكتور بختيار هاي اين دكتور بختياري هولری بانخواس این شهرزاد دکتر شهرزادی بانخواس دیو تا خوب برای که هیه طبیبه یا معاون طبیه روشه لوزارت اوقاف توشی هاتم و تی پارتی گرت میان وزنکم 80 کیلو بود من من با سجنه خویم حتی علم سیوتم بی جرم و تی بی جرم و تازه مترسه هیچ مثل نماز وتي كبرد ميان نانلا بين بولام كسوكارم تا 8 مان دوه 8 مان مواجهم كرايو لهشتا كيلو هاتو مثل 35 كيلو دو دار شقيشن في بوكا هلا سام دار لجر تعظيم وما انا برسيتي فينك وتي كهاتن بولام دايك مو خزانه كم هاتن بولام هر دو موقف کم زور بلاو مهم برات اما خوی بو یجرا مو نو سی وشم ان شاء الله ایشی خما کتیبو وتی والله که هاتن
دايكم لبر درجاي وتي مديري سجنك كرائد يبو لقال يا هات فوش يقول لقال دايك دار أو سجن أنا مراقب يعني مثلا تدايكم لدرجا كا وسا منش خوا خوا مزوب يجي بدو دار شقو وتي نيت بيشو وسنا لي أو شخص قبل تويو سجينك في نيت بيشو تو خوا تو أو شري بحلالي داوم بيو ناوي كسر نوتو كسر نداو بنستوى اگر کس داو بدست و کسی به هوی تو توشی زرر بوا والله نایت پیشو ما چناک و تی نقسم بخوا دایا یک کس به هوی منو توشی نارحتی نبوا و تی ام جاباو سی پیا کردن و تی مدیری سجنکا واقی ورماو تی والله اللہ حیاتم آفرتی وام نبوا او نبا غیرت دین دا و تی اما موقف دایک موقف کیت لسر اما بیرم کوتو وتي أما هشت مانا يك سوالي من نازاني وتي بخوا أما مال إيميل لهولير مال خزور بوبري جادة كوي تنيا يك جادة يدو سايد لبين مانا وتي دواي توزي دانشتن خزانة كم وتي فلانكس بأمد براي دكتور شرزادة معاون طبية وازن بيرم دكتور فلانكس سناوكين بيشوية وتي فلان كس ريقة ما داي برومو بما الباوكم وتنبو دايكو باوكم عاجزيان كردوي وتي نو الله عاجزيان نكردوم هل لوين وتم ايعني چي ريقة بدم تنتو ما الباوك وتي والله هشت ماما تو جيراوي ما الباوكم مناديو وتم اوك جيرا نيزاني اذني نداوم برو هشت ماما ما الباوكي خوم مناديو وتي بخوا أمبرو أوبر يشين لهوليه إيه ما أوان أمبرو أوبر نجا ما خذوني نسبو ما باوكي أبل لشنا لمليون كايجي جوا ما نقل أزار ما صار من جاك هلا فرسي على جيني يا كل بيم اليوم بل عفرت بتلفون ولا نسي كذا فرسي على أكيد أيوم من بيعو كم ري بيعهم بتشم بوا بازار بل أي اللي هو أتوام تشوفوا مع بعضكم قريه وبيناء. يعني. نعم شرعا نات. بس أو زانا كوتي توش غنوك وبني إسرائيل ما بروه معناك ونودي ما كروه أو كوتي بروه. ما شو جواب جواب دار؟ إيه. ديبا وانم قشت نشوي. أما من مسكنين هو مبتداك. او آفرت درچه لمالی او مالی مردکا او مالی که مردکا رازی آفرتا که تابه کلیوان اشتجه بی با مالکا خانوی جنکیش بی یا خانوی باو چی جنکیش بی با جنکا با عیاده درچه یا با مردکای لمال نبی وکو اوی دکتر فلان کس هولیره که ایسا عزم کردی بم تفصیلی که لمو دواده ببی اذنی مردکا بروا گمانی شیوان نبی که او رازیه خیلی گمانی وابا او رازیه خیلی ناکه گمانی شیوان نبی که او رازیه باب را با زیارتی پیاو چاچه کش یا با عیاده نخوشه که محرمی خوی نبی وکو براو باوکو امانه نبی یا برا با مجلسی که ذکر امانه هموی چیه نتیجه که خبرکه عصیانون و نشوز هموی عصیانون و نشوز باشه برام؟ جاري وأخذ الأزروعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده قال شيخنا وهو محتمل ما لم تعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك أزروعي واقسي أزروعي واقينك أو آفلة بويه اعتماد عرفك او عرفي كدلالة بين سلعه كميردك رازية بشبه او شنانة مثلا بمال باوكي ومال براي بزاني كميردك رازية يا بشبه بازار ببازار بيوستي و امانة او شنانة كالآفرتك ايوه لرا شيخ ابن حجر افرمي ام قصي ازروعية محتملة كاما دلوس ابو آفرت بشرت آفرتك وخوي نزاني كميردك غيرتك هي پینا خوش او آفرت لو جور یعنی حزدک آفرت او آفرت لو جور شنانه ببریتو نروه
يعني لو جاء أقول جاف إذا كان جوان بيو زور جوان بيو مرد كده شغيلة تجيب بيو بلا حزنان كتتنا أو كور وكوم الله أو جاي أو حالات الشخص يعني هو صار مصطلح يستخدم إذن عرفي إذن عرفي ترى عليه والله إذن عرفي بدأ زانة كان مرد كده رازية باش برام دروسة يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام يعني واب أفرد بوي هي درتش لما علىكي لهند جيغو شون و جيغو ريغا مثلا لكاتك بتلسي لوي مالك برو خير بسريا هاي هر قصي خوي كافية بلا خشيتو ترسام برو خير يا بيوستا بقرينو و بلغها بيلا سر اويك فعلا مثلا مالك دراوسي عن بخاوة سقفك عن درزي تيبو ديوالك درزي تيبو اوا اوشتكي اوا هبي شيخنا فرمي امانها بجان محتملة كدروس بترسي خوي بتنتنيع ترسي خوي بشرط يترسكه نفوشي وسوسا نبي عقلتك عاقلة به هل دروس بروا ولم والأقرب الثاني ثاني كعليه بقليني هبي بيشتك هبك قليني هبي بترسي لوي بروخي وثاني هل وها اگر ترسا لسن نفسي خوي مثلا او قرأك بوكالي تيابو امي بتيابو يا ترسا لسن معركي اللي بدزن باش برام أترسى فاسقه هجومك تسري سارته هجومك تسري أمانة يان لو حارتانية كدروس بآفر الدرجة مروا بولاي قاضي بوي داية داوي حقي خلقا بيقومان خمير ذكي إجنينا دابو أمان هروها بروا بو تربوني بعض علوم عيني علوم عيني يعني وشتاني كواجبة لسال آفر بعيني وكو مسليني وشكي روجوكي مسائلي حيزكي أقل مير ذكي خوي اكتفاي نكاتو فسياري بو نكا أمانة هنا يجب استفتاء لمسألة حيث أمانة حيث لم يغنيها الزوج أيش بشرت من ذلك نلم بلا هكذا من ذلك تو مرة من خمسة برسيار بوكمو جوابك وبين ما أنا بدرو باش برام بلام حيث لم يغنيها الزوج الثقة هذا الزوج ليس ثقة به يعني واتب بتوان جوابك أنا بجواني ورقدي وكسر كي بالراتك رأي بينك بدرو بلا تو مرة من خم بوت أهين موضوعك أو نحوي محرمها بل يابت بلاي محرمك خوي وكباوك دايتي فيما استظهره شيخنا فادينا ما دروستا هروها دروستا بوي لو حالتانيك دروستا بوي أقل درد شبو كارو كاسبي أقل فقير بو لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب أي سمن حال شخصك ناسمع لي يا بخوا فقير تلفون شبو كبدل كريتشيا كشنا خوشي فقرات بو بيرسن ماتور كي بيبو خنوائش لا يخوي كونا فقيه فقيلة دي بخايسة هيت جانة كأن ما أخوي كوتوا كومال منال عن هي جنكي بروجة كأن أنا كابو خلق أي بخوا عليه لدواي نيورو دواي مغرب أروم تا شو وقت يخو تا يعزو أمانة 6000 مدني يا دواي نيورو تا مغرب 6000 مدني أبو جانة كبر وفقي فمن سؤال ما كلم لا لا باريد سمان كذا خارم بفاكر كذا شيء معني دو صد هزار أبا شش هزار وش شيء ديت والله أبا فقير أبا مو حاله وكذا تلفوني بوم نكري والله باريد دو معن بفاكر دو شم بخاور خانه كذا شم بيوجني كحاجي عايشة وتم توش معني كلي مسين إذا ما هم معني كذا تبقى هزار إبرة كابو أجر عفرت أعوى در كيبو كسر كيب كافا خيلا جاري وهي بيوجنا إذا خرجت الاكتساب يعني بيوجن جنيه بلا ميردك أعوى بجي كوتو إذا خرجت الاكتساب إنه فقط بتجارة أو سؤالي داري من أعتار يوم كيه السؤال كا إنه من أعركان يمريل بسا السؤال ما سأل أنا هو هر سؤال نفقت بتجارة أو سؤال أي أبو نفقة كاتشتو أو كسب إذا أعصر الزوج ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز ومنها لو حالتنا أو أنا بلك إذا أعسر الزوج ومنها إذا خرجت على وجه على غير وجه النشوز في غيبة الزوج ميردك إلا معلني برأمبر من يازي نشوز نرويوه بوددك رويوه في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه إذن شدي ونقت ولزيارة أو عيالك قريب لا أجنبيين بشرت زيارتك إبا وقدائك بيه عاديك عاديك سكي خزمتك نك بولاي أجنبيك بالرواع لا أجنبيين أو أجنبية على الأوجه نايب ولا أوان
لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا. تنت أمانيك باسكرا في ناوتر نشوز. جاء ابن حجر فرمي رحمه الله وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج بشرط مردك فيشتر أماني بباز نكر بلا نابي بو أمانة بالروي أقلت بنابي بالروح باش درام أو يرسل إليها بالمعنى يا لسجن ويا لشوني كتلو جاي ببني بلا نابي بالروح بوشنان وثمان أما أغبتي بكوه يا أمتنا وخروج من مسكن بلا إذن وبسفرها هروها بتناشي زبويك أو عفرة السفر بكا بتنيا برو أبو شوينه كدروس بقصر تياب كري نوجي قصر تياب كري بو مسافر بابو زيارة باو كدا يكشبه لمحالته هنناوه بإذن بروه باش برا يا بو حج يشبه هنناوه بإذن بروه أما رحمتي خوان لبي أقول جيب وسردمي أوان قنجاوي بلا ميسا باوك مسافر قصر أقل 18 كيلومتر بي 18 زياترة يعني أفرتي 18 كيلومتر توقعنا 40 كيلومتر بروه والله توشي كل فتنة به يعني شي كل كيلومتر البروه ناشي زنية هربراسي زور مشكلة أما كلم شعراء بخواه حد شو دارو زور مشكلة أو ليرا أنو تعاوزي تانية أو الله يبنابي بشي تدارو ومال باوكي ومال باوكي نزيك شر يعني شو أنا لا ومال باوكي أقل قيا مسافة قصر لا سهل لأولو أنا شاوتي وخروج من مسكني أو إيكا باسمع مالي مالي كأفهمي أي أخذ بل أمنش أوالم بقى أما براسي هو سفر شنية ديتر أخذ مش بوي أعلم باسه بسفري ها بو أعلم رحمة إخواتان اللي بي مسكن يعني بو مسافة قصر آخر مسافة قصر أقل 18 كيلومتر بيه لمذهب الشافعي يا توزاني سبيني إيرو بين قراخ 30 كيلومتر ده تو باش اللي رو افرت متني ابرو بقراخ زاني اگر افرتي خراب بيتي تو شبي بل وبسفرها اي بخروجها وحدها الى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو للزياره ابويه بلا اذن منه ولو لغرضه بابو ايشي فيها وكشبروها ما لم تضطر وما دام بشرت ناشار نبو به كان جلع جميع أهل البلد وكوكور وكيخ ومان همو الرايكر وبقي من لا تأمن معه تنيا كسما وتويا تنكسما ونتوكوا أو أمين نيليان لقليان لو قركايا لو ديهاتا بميني أو بإذنه يا بإذن فيا وكيش رويوا ولكن لغرضها بو إيش خوي رويوا آفرتك أو لغرض أجنبي يا بو إيش كابرائك بيقان رويوا لم حالتانا هميان تسقط المؤن على الأظهري لعدم التمكين كنت ببيع إذنه رويوة وكابراش تمكين نابي لو واتا دور بين التمتع لو كان رجع كوابو ناشزي بلي أقر عفرتك السفري كر بإذن فياوك بو إشي هردو يعني خوشو فياوك إش مسلا فمقتضى المرجح في الأيماني فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق أقل بيعيك بجنك يبدوتي والله هلا ما أرد در شوي بشرت يبو حمام در نتي أوتو طلاقة كوتبه فخرجت لها ولغيرها أي در شو بو شي بو حمام بو غيري بس كم عجب بو لها يبو شتو حمام حمام مؤنثة بو مؤنثة مذكرة ولا ينبس حمام مؤنث حمام شوي مؤنث نازن لا ولا هاي بو قدرته إذا خمس ترم ليش والله ينازن مقتضى المرجح في الإيمان فيما إذا قال لزوجتي إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت خبزان لش الحكاية لش الحمام فخرجت لها أي فخرجت بقصد الذهاب إلى الحمام قصدي غيري. جارة وجارة مؤنث الحمام. والله ما لا ما يبلم يكم جارة بيستو حمام مؤنث لي. إيه. أنها لا تطلق وايا.
دعاية لغيرها لا تطلق لا تطلق بلى لم حالتها طلاقي ناكي وتنكي أو بو حمام كيف توه أنها لا تطلق عدم السقوط هنا شي أها أما خبرك يتي ألي فمقتضى المرجحي عدم السقوط هنا باسك باسي نفقي آخر لأن نفقي نفق سز ناكري أو آخرته لكن نص وايا نص الأم والمختصر ولا لا من إمامة ولا ما هو أمي جوانت ولا بأمي فابدان قلمك ناديك خير يا اخوان هذا قلمك ما هو سجان عالم ديو لم ديو هل ام عالي عالي من مزاري امام مقصي في امام حرمين لكن هل يتخابي كانوا لم تكتو نص الام والمختصر ملام نص ام مختصر وعيا كأليتي يقتضي السقوط وما في سجيرك أو نفقي لراب كنفق السزر به لا يقتضي السقوط لا بسفرها معه أها ما اشتكيت ما بل لا بسفرها معه ويزوج بإذنه ولو في حاجتها ولا ما قال جنك اللي قال فيها وفي خويا الرويب والسفر بإذن خوشي أو إذن دابو بابو احتياجي جنك يجبه هل سقوط نفقينا به ولا بسفرها بإذنه لحاجتي بإذن في عوكر رويو تدروا سفري كدوا بلانبو في يستي في عوكر رويو ولو مع حاجة غيري با في يستي كسكي تليشي تيابه فلا تسقط المؤن لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه شنك آفرتك خوي دعوة الدس بلان في عوكر خوي ما في خوي فوتانوا في الثانية لدوها ماك بإذن خوي إذن داوة آفرة تكبر روا باشا برام جال جواهر آهاتوا كنا يكتبك لغير جواهر إشاء لما وردي ونقل كراوة لغير ما وردي شو أقل أو آفرة امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع وتي بابرين لم قرأك بشي المفلان قرأك يا لم دي مفلان دي وتي بخوال لقلد الناعية تيجيش تبرا أويت النفقي نفق سز أكلي أو آفتة ما قال فيها وكا هرتون هي ملي كتشكل بيه بوجنك لو فترة شاك هل لقل يعنى تشوا جاد بس يا ركي هاتو خوي كلهم ما علاو تمتع يفكر كردوا زمني امتناعشة أو كاتب يجيبو معناه ما فيها وكا راضي بو بو حالته كما دام راضي بو معناه من نفقي شيء بتشيش باش تبرا فيجب ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة أميك وجار جار يتوب ولاي معناه يوايا عفو يكردو للنقلة كنتشو لقاليا جاء شيخنا أفرميه وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز ونبتني أمصر صورته لها صورة كتري النشوزة كآفرتك خوينا دابا دستياوكو يا لقالي ناروا ما دم فياوك جار جار خوي في أغياني ورازي وبو حالته معنى يوايا النفقي شيء ببشيش وهو محتمل نقسم الجيل وتسقط المؤن وأيضا بإغلاقها الباب في وجهه وبدعواها طلاقا بائنا كذبا وليس من النشوز شتمه وإذاؤه باللسان وإن استحقت التأديب أم جاء مؤنتكان واتن نفقوك سوء معناها مي لملي بياوك أكوي أقر أو بآفرته يا وقت شو ماله أو درجة كذي داخل سويد نهي تجوره باش برام يان دعوى شو لم لا دعوى كله قاضي وتي ألف يا وطلاقي دعوى طلاقي بعيني دعوى مدرو برام أول نشوف نية قلت يا وقتها تو ماله أفرتك شو بقيش يا وقت الجنيوي شيء فيه دا أزيت دا بزمان هل تكلم حارته أو أفرته شياوي تأديب هذا تأديب بكري اتباسي تأديبك إنك دو نازان نصيحتها مشغالية اللي هدانا نازان باش برام أجر لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتها
ولا تعود إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما كأفرت يجمير لكي ونا بل نؤك أن فعلكاني أمي بسرهات هو شو خوي دابشو باش برام فيش أوي حاكم حكم كاب موت مردكي أو نفقكي ساقط به وإتر أو نفقي بو ناقرته وهتاوك أو بياوا علمي علم أبي والبقرية إتر شون علمي بيقين بيقين كواء أفرتك جراوته بو طاعتي بياوك دواي أوي التفريخ كراوة لبيني أو مردوها أما من اللي رأي إشكالي كم هي براسي زوري شمولكاتي خويا أو كاتم من اللي رأي فيابهم أو أنفالانا كصو هشتهزار كسما أنفالهم أم صو هشتهزار كسا بلايكمو يعني بلانبل بو بيوانا كجيرابهم با من نظر بس باور كبس هزار آفرت مانهبو بيمرت كوتن أم جا دواي چوار مان أو جماعته لنقر سلمان قران وبيلكا وتيان بخواك زنما ايمن نبيبك اوكوبي درچون هر هموي اعدام كرا هر هموي زينب چال كرا يك ملا اسلاماني ني ورا جواب دبليم شپيوان مردن حکومت خو سمتي گرتو قاضي ش لگال حکومت ابو ملا يگ ني ورا جواب ده ملكاك امانه مردون باكش او جانا شوكه هر يانو نخير ماو با چاوربك لو تا كسينما بس ما وصل الله الرحمن مدي جريبو أيش نير عبر المردون بس أعرفته هر أعرفته بهاته يا بولاي نفقة سذكر أي كسر نفقة بشيء شو إنه والله أي دبروا عدة بودانا دور روا عدة بودانا كعدة كي توابو هاتوا بولاي ما وصل الله الرحمن دوشة تكبر ويدبرشوا بس أو مدي نفس لماني او همو آفرته باور که همو پیر بو همو پیر خور کرا بسری اخر لد 288 بو 2003 امجا حکمت روخا سابقه پاون چند ساله که پاون سال پاون سال لري که آفرتانه ما نه دی ولای زور اتیا بو گنج بو خاصی که ده فرمال منالم نه اما لاش لمانی فاطی ان که ای گنج اتیلک يعني ليش 80 سال شاورب جا خوم كان مثلا تا 80 سال مالكي هو رحمه هو 80 سال 80 سال انا تا 80 عمري غالبي او كياو تا عمري كياو كاش 80 سال ده تخوا اما في توايه ماشي برام يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت احد ابويها أو شهود جنازته ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبوي دروس مير من إكال ويك بل نابدرشي لما الله حتى بابا من دايك باوك نابدرشي يا بو شهود جنازي دايك باوك نابدروي ونابي هيج كسبت أمالته جگل خادمه ای جگل لو آفرتان نبون که خدمت اکراه باش برام ولو ابویها حتی بلا نام دایکو باوکشی بتجورو هر اما لله یجوز للزوجی بلام تخوا ای اما بل وعاشروهن بالمعروف کبه وعاشروهن بالمعروف بل اگرو باوکو دایک خراب بون یا براکانی خراب بون اما مسئله ای جتره فلم لولا القرآن فرمي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم بل يولا نعمل شيء ولا يدائك بها وكيف أما شيء يجوزيك باش برام لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر أجا عذر منه وعذر مفجر فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة أجا الريبة هبو جئ قليين يا براس لم يمنع شيئا يعني أعمالك باس منك أجا منزلك ملتي آفرتك خويب حقيقي بويني أو منعانك مجر قماني هذي لا آفرتك
باشا لو نشزت بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها ما دام غائبا في الأصحي لخروجها عن قبضته، فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة غيبة مع الغيبة. فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده ليثبت عودها، يعني ليثبت لكابل ليثبت عودها للطاعة عنده. فإذا علم وعاد أو أرسل من يستلمها تسلمها من يس وقال لا يستلمها ليش يعني. غلط نابع يستلمها له أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق. وقضية قول الشافعي في القديم أن النفقة تعود عند عودها للطاعة أما هم يكبر غير تقريبا ماشا. وثمان مريم خان ناشي زبو لما علم يردكي درسو بيئيزن ماشا باوكم مردكي ون لكاتك أو ناشي زبو مردكي شي ونبو لدواية مريم فشيمان بو يهاتو بمالي مردكي ما صعب وطاعت في غيبتي أخذ أمين مثلا أطاعت يعني فشيمان بو يهاتو جو ريالي كد فشيمان بو يهاتو بمالي مردكي لكاتك مردكي ون شون إطاعي كد بنحو عودها هاتو بمالي مردكي باشا برا تازة نفقة سكراو ام جان بيردكي شي لمال ني ولي بقديته اوك معناه هل نفقة سزا ومؤني لسر او ميردنية هتا نيتو هتا ميردكا حاضر نبيتو بو چون جي يكم جار ام مريم خانة ببي اذن او ميردي جي الله لقبضي او درتو لازمة جاركي تر تسليم وتسلم تازة بقديته وتعرف لتك خوي داتا دس او اي شوالي قريتاو لأم تسليم تسلما فيدانا ابنوا لكاتك ميردك النبي لآرا كوابو ريقات شي ابو مشكلة مشكلة شون تارا سركين كافرتك استحقاق نفقي ببجرينوا ابي افرتك بنوسي افرتك بشي بلاي قاضي قاضي ولاتك خوي ام جاء او قاضية بنيان بلاي قاضي او شاري كبياوكي ليه تسجن يعني إيش كيف خويتي لبي؟ أم جايش في عوكة بانكا بلاش إنك تهاتو تو مالوة سا أوتا مش كتابي قاضي من بو هاتو كاتي في عوكة ما ميزاني زاني كش إنك هاتو تو مالوة كسي ابني لي كل وكالتي أو إيش إنك ورقيتو يا خوي بقريتو يا أم بلا كل قهاتو تو قيتش كم يا خوي بخير بتو جال من بو ناكلي أم بلا عذرمها ببيع عزلنا قرايا وكسي شجنا نار دا خوي قرايا ولا كسي نار او استحقاق بوجنا كدا قريته بلام قسي شافعي لقديمة رحمتي لبي اويا كان فقيبو قريته وكاتجنا قرايا ومالك بامير دك شي غايب به اما قولي قديمة باش برام بو لان الموجب في القديمي العقد للتمكين تنجي لقديمة موجبي نفقتي عقدة نك تمكين أن يخد عن بدس عبرتك وبه قال مالك هل أم قولي قديم أقصي مالكشة رحمتي خويا النساء وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط أقل نشوزي عبرتك بهو يردو أبو ولما ويعدا قرايا و أو يكسر نفقيبه أقريت واتشاعت ماني هنا كنت مسقطك النما كردك وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كان منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاضي بلا أجل أفتتكلم مع الميردك الذي نتشه هل لو منع ميردك يكذبه نيرا نزيك بكوي أو ناشي زي وانيا مثل لو ما رد نتشه أمجال دوايا قرايا وبو طاعة واتأوتي إتل جرايا لمردكيكا أو كاتا يجب قاضينا كهرب قرانوي مادر لمالك مردكياتي نفق كيشي بو أقريتوا وهو كذلك على الأصحي باشا يعني انقصى آواي ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه أن يفرض لها
إيه؟ فرضاً عليه يتسمى ذكاء اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه النفقة مدة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت يساره. أما مسألة كتنا بلين آفرتك رويب ولاي قاضي ميردكي غائبة آفرتك وتي أي قاضي ميردكي غائبة وديتو نفقيك بو فرسك لسل ميردكا كغائبش باش برام أبي جارة في شكي نكاحكي خوي مستلميني إيتل با نامي أحوال شخصية بشايت بكيفي خويتي باش برام وأبي المال ميردكي ما به درنشو به وأبي سوين إشخواك الراسك مستحق النفقية وسوين إشخواك النفقية ليور نقلت وهي أو مديك كابرا غائبة فالهندكس كأروا من نفقة جئي له لو كاتا قاضي نفقي مؤسر داعني أبو أجنة نك نفقي موسر نفقي مؤسر أبو داعني مقر ثابت ببي كوا أو مرد دولمنا أو كاتا نفقي موسري بودا يعني باش برام يا وسط بوستين يا بروين بوستين بكيف توي من مزور با فاسبيكا انا والله زور بابا لام زم توزي كمي كينو با توزي كمي كينو تو انا مان هدي بله فسخ نكاح بله بوتي فسخ نكاح دان را ولا شرعة دفعا لضرر المرأة شون تي زور جار آفرتك توشي زرر بي بويا دروس بو أو آفرتا بو أو زوجيا كمكلفة بالغة عاقلة نكبو ولي أمري آفرتك صغيرة بو أو دروس نيه شون تي صغيرة ولي أمر خود داوتا بشو تازا بو فسخي كيتو باش برام بو خود دروس تا فسخي نكاحك بكاتوا لمير ديك كوا أعثر مالا وكسبا لائقا به حلالا ما ظنيه نفقي آفرتك بكشي أبم فتوى ما وصم الله الرحمن فسخي نكاحك كذبو إداب الشو ما ظنيه نفقك بكشي باش برام كسبك لائق مخوش جزناك جاءوا هاي كسب هي حال حرام حلال أو نايكا ما هو أو مالي مني نفقي آخر تجيب وناتشر شيء أو آخر تبوا هي فصلي نكاح حكم كارته بلام لرا حسابي أقل نفقة أكين أجر أو بيعوا أقل نفقة شيء هبو نادي آخر تك فسخ كارته بأقل نفقة تجب وهو مدن أو أقل كسوة يا مو كسويش لايك مكيكة وثماني كسوي فقير وثمان كيسوي فقير شيا قميص خمار يبو كراس يكو سرپوش يكو لقل جبه يكي فالطا يكي سسانا اتر اولا واجب نبوكو شروالو نعلو فرشو مخدو امانا بهوي نبوني امانو نابي فسخي نكاح كاتوا يا اواني نبو لعدم بقاء النفس بدونهما شون جب بير كسوة والنفقة جان نابيت بلام آنت النجبة جان هربي باش برام فلا فسخ بين عسار بالأدمي أجر نان هبو بيخوا بلام جوج نبو فيو بخوا شج نبو فيو بخوا ناتواني فسخ كاتو باش برام باقو تكيش وانا كم بي بشي نكاب بي أدم هل ناتواني فسخ كاتو مادم ساقي القوت يعني ما بس يتشي وإن لم يساق القوت يعني يساقي يعني باش بوي قوت ندري بغير هوا حرف غينة ولا لا من عينة فلا فسق بالإحسار بالأدم وإن لم يساق القوت يعني باخو تكيشي ببيع أو بو نخوري يعني بو يقود ندري يا باش والله أوجه الشري بخوص على من يساعية من هذا يساعيش مثلا بو يساعي
غلطی زود که میلای من باشه برام یان کابلا قوتی هی ایداتی برام نفقی خادمی نیا و خادمی که خزمتکا ولا بالعجز عن نفقة عن النفقة كنفقة ها عن نفقة الماضية كنفقة الأمس خاتون بخنر ولا بالعجز عن النفقة الماضية عن النفقة الماضية نعم أخاء ماضية يعني نايم النفقة الماضية بل يعني النفقة الرابردو نيداو في بلا منيشة بداته بس هي مولا أداته أو ناب بو فصفكاته بلا قرزالة بلا فصفبوني كان فقط الأمس ما قبله لتنزيلها منزلة الدين الآخر قرزك وكو قرزك عنيتن هل كاتي أو نداو أو مش داك أو أعسر بمسكن وإن لم يعتادوه بلا يعني أما بويه بويه لم حالته يعني أتوقع فصفك وادي أو أعسر معطوف على أعسر بأقل نفقة البلد ويجوز فسق نكاح من أعسر بمسكن جوان يعني كابراء مسكنين يبداب جنكا حتى أو جنا لم بنم عليه كلمسكنا نجيابه لخيمه ودوار جيابه أم هل بويه دعوابك وإن لم أعتادوا أو أعسر بمهرين واجبين حالين يا ماري ماري حالكين بداتي لم تقبض منه شيء هيك شيء اللي وانا قلتوه حال كون الإعصار بهواية لكاتك أو حالة ها حالة لك حالي حال كون الإعصار به أو يعني ما لكاتك كا ميردك معصر بوا أفرتك هيك وانا قلتوه لو لو ماريا قبل وطئين بشرت وطئ شعوب تيبري أموزوع وطمان وطئ جنك رابي وطئ كي طائعتين بشرت أفردك خوش بخواستي خوي خوي داو بدسوه ولم أقل خوي داو بدسوه بخواستي خوي ما هلكيش حال لجبو بائسة فيشي مؤثر بيو نيداتي مهلكة بو أوناته يبشي ما البيتو أقل أعوابو قبل وطئ طائعتين فلها الفسخول العجزي عن تسليم العوض تمكناتو أن يعوض كيفاتي وكنا فقيده مهلكيش مع بقاء المعوض بحالي معوضك كفرجك بحالي قوي ماهو كابران زيتي نكوتوا وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي بس آلم مسألة يعني أبي دعي أو الرفع كابو قاضي خيارها حينئذ فوري رفع كابو قاضي فوري فشمان بك آخرتك الفسخ كاتو فش ما يعني فسخ كاتو وكاتا فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر كجهل ولا فسخ ولا فسخ بعد الوطئ لتلف المعوض بيوت ما نوما باسكت كوابو آفرتكا تواناي فسخ نامن يا أقل ببيع عذر دواي خست مثلا الموت مان فورية فسخ بيه فورية وانية بتأخيره بوكشي تأخيري فسخ فسخ بلا ببيع عذر دوائب خا أقل لسجن عبي عدسي بكزنك يوجع ببيع عذر دوائب خا يان ولا فسخ بعد الوطئ يان وطئ لقل أكراب اختياري خوي أم جاء أي فسخ كاتونا لتلف المعوض بي جنك معوضك كبضعك تاتياتو تلبو وصيرورة العوض دينا في الذمة أم جاء عوضك كمهركيا تازبو بخلز الذميك أوكا خوي وخواي خوي فلو وطئها مكرهة أما ما دوباره براسي بلا ما أقول لو فيش بو النفقة باسي لأنه بو فسخ باسي أكا هنا هيك مسألة أجر نزيكي كوبي أوكا بزور شو كولي فلها الفسخ تازه هربو هي فسخ كأجر بعده دواء أو بزور شونا أيضا قال بعضهم إلا إن سلمها الولي له مجر صغيره به وليكذابتي بدستيو وهي صغيرة بغير مصلحة هيك مصلحتي شتيا نبوك أم بياوة أم بياوة سيدي خوي كابا بياي باش أم صغيرة مسكونة داماوي داوة بدستو دواي أوا بوي هي فشيمان بيتو فسخكاتو فتحبس نفسها بمجرد بلوغها هل لقل باللغبو من أول بيلا لو دي أما تنافرتي كتابو قولوا مكتوشي أم بيكرابو
یارو بود تو کیانی کسی که بچکوله آن نسل بیش که یا بچوار پیان سالانه معرفت کرد بوده پیاوک پیاوکی جد تمنی خوی او بالام اما جن بجن بو جن بجن بو لبری اوی او معالا کسی که انداو ببرای ام کسی بچکوله لحقی ام جنا کدایانه بام کره خوشک بچکوله که آن معرفت کرد بوده کری او معالا کره کسی بچکوله لذای ورد او جورا همون همون بمراهیقو اتر پیان اوتن بکسکان جني آوائي وكياوائي آوائي كيانو تنيانو اقل او مردتان بدلنية سابتا خساي بكن كي بلوغتان بولا روشي بلوغة بلان اما فشيمانين اتر بوتان هي يعني بوتان هي ايو فشيمان من تن جيكاتي خوي ايو بنا بدل يعني بلان بصغيري دلاون بشو و تكافؤ اجنبو لبينيانا يعني تكافؤ زور زور زاروارك و تكافؤ نبو جنك تكافؤ صلماني جيبازو كل كا لا دين بو، إتر عنو بهو إيوه تكافؤ مكاهنة كهاو كوفية كنيو، فكست كا عنو عنو هو فشمان منو وبوه. جا كي أبي أما زور مشكلة شلة بمجرد بلوغها، كلا قال بلوغ بو بهو هي فشم، فلها الفسخ، فسخ بو هي حينئذ إن عجز عنه، أجر كابرا. متواناي ماريكي نبو ولو بعد الوطئ ليرا با بعد الوطئ جبيك شكي عن دايا بدس ميردكو بو تنشي اما صغير بوا كدايا بدسيو لأن وجوده هناك عدمه وجوده يعني شي ضمير وجوده وجوده اي الوطأ تنشي ام وطأ هرشان رو داوة لقال ام كتولا غلاموكو نبوايا تنشي صغير بوا اما اذا قبضت بعضه فلا فسخ لها اگر بعض لحقی مالکی ورگه تو بعضی که مابو تازه فسخی بونیه اما با بالغه یعنی دیاره با بالغه و دیاره صغیرش اگر ولی امرکه بای ورگه تو علاما افتا به ابن الصلاح و اعتمده الاسنوی که اصولیه گوره اسنوی و زرکشی و شیخنا تحفه و قال البارزی كالجوجري لها الفسخ أيضا أما إيش كني وي ماري بعض الماري كي يقولوا بعض الماء هر فسخي بو هيا واعتمده الأذرعي باش برام يتحقق العجز عما مرة بغيبة ماله باش برام باش أما عجزة شون حاصلة بيبو أمبيا وبلن عاجزة بوي كمالكي لوين بيه مالكي دور ببلان بو مسافي قصر دور به كاب فلا يلزمها الصبر إلا إن قال أحضر يعني أحضر مدة الإمهال كاب في آفة كبلي والله من صبر ناقدم تاتوشي معلك الأمريكا يعني في أهل شوين التو فسخة كما مقر مولاتي جيبو داني سير روجة مدة إمهالي سير روجة بل لم سير روجة بوتين مادم قاصي مدة إمهالي بوداني وادي دا تازه فسخي بونيا أو بتأجيل دينه بقدر مدة إحضارها يا بلي خرزك بو تأجيلك ما هو يماني بو تأجيلك من أتم آماديك مالك بو إينم مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر أو بحلوله مع إعسار المدين بلي يا خرزك حاضر بوه ما أنك توابوه بلا مدين بلا مدين مدين كيه ما عسار المدين مدين قرزارك هي ما عسار المدين ولو الزوجة لأنها في حالة العسار لا تصل لحقها أو بحلوله معطوف على بغيبة ماله أي ويتحقق العجز بحلول الدين بل مع كون المدين مؤثرا ولو الزوجة أما زايد أويك تصوير بيلا دلي منا بتوا أوا تصوير يكم مثلا بلين زيد جنيكي مارا كردوا جنيكي مارا كردوا خوي نيتي بداتي مارا يكي بداتي بلام زيدش باندازي مارا يكا فاريها لا عمل أنا أوا قرزكم لا عمل حاصل بو امروش ملي ورا گمو كاچيت اشري والله نيم مدينه كا
خزارة كلا بأخوان نيدما نيما بالدمتات وبديتو بقرز ومارية حتى با مدينك زوجك خوشي بي لأن قرزارك خودي زوجك خودي زوجك إيش باركي نيه بداتو بميردكي حتى بداتو به وماري لم حالتا ألي ولي وبتأجيل دينه بقدر مدة إحضار ماله الغاي واية بمسافة القصر أو بحلوله يعني أما عسر أو بحلوله مع إعسار المدينة مع إعسار المدينة لأنها في حالة الإعسار شمت لحالة إعسار مدينك ظاهر مدين زوجك يا أما شمت ما دام على ولوي الزوجة با مدينك إيشي زوجك خويبه وادي أمام مديني زوجك مديني زوجك معصير وناتو أن يقرزك بداتو بميردك تاميردك إيش بماري بداب زوجك لأنها تجي وافرت في حالة الإعساري لا تصل لحقها ناقي بحقي خويك تيه كمارك والمعصير منظر يا معصريش كذلك معصير به منظرة فنظرة إلى ميسرة أصلا واجبة أي والله واجبة يتشي خوي كجي وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة يتشي ليك يا فقير يا بابتش خوي فخوي بفروشي جنكي بفروشي يا يتشي ليك باش برا والمؤثر منظر من بين مئلة سمعني سيوسي لك في هاي حوصة دينار قرزار حوصة دينار قرزار أو بردو كشتان فسر حوصة دينار نيبو بدات فياتا خان كشت لأنه وده كان وبعدم وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك كابراي مكتسب كابراي كاسب كارا أتواني بچان روجيك فاري ماليك فيهوك بس كزني أبلي بولد إيشن بوك هوكو أمرو هم مقرر سلام هم مقنجا يكيني أبلي كرتان بچان باش برام إن غلب ذلك أقل أو غالب يعني إيش نمابو أو بعروض ما يمنعه عن الكسب يا كابرا كاسبة أي تواني باري ماليك وخي فيابك بدا بجنكي بلام شتيكي بسراهاتو كنايا لي كاسب كايت دس إشكاوة قاس إشكاوة شتيكي بسراهاتو با علي رابو سلم وصا دختي أما أم كوتاين بإشكالة ووتو أقل غلطيكم تياك تذبو إن شاء الله بو إعادائكمو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.